أحسن الله إليكم. المرسلة أم عبد الرحمن من المدينة المنورة بعثت رسالة ضمنتها عددا من الأسئلة، تقول في أولها: هل يجوز رفع اليدين في الدعاء الوارد بعد الفراغ من سماع الأذان، أي دعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؟ لا يجوز رفع اليدين، لأن هذا شيء لم يرد، بل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن ندعو بهذا الدعاء بعد الفراغ من الأذان وبعد متابعة المؤذن، ولم يشرع لنا رفع اليدين في ذلك. نعم.